انا عمري ما جبت هديه ولا جاب لي هديه في الفالنتاين. اول هديه جبتها في حياتك او جات لك؟ اول هديه جبتها في حياتي دبدوب. ورنتي معاك؟ لا جالي ورد وشوكولاته. ايام المدرسه والجامعه كان جو الدباديب بقى والورد والحاجات دي. ما جاليش هدايا تقريبا عشان ما اكدبش. لا لا يعني من قبل كنت بحب طبعا بس كانوا بيضحكوا ما حدش كان بيبعت لنا هدايا ولا احنا بنجيب هدايا. ما جاليش هدايا في الفالنتاين ولا مره ولا مره. ليه كده؟ مش مشكله بس اصحابي كانوا بيجيبوا لي ورد بس. جالي جوابات عادي من وانا في ابتدائي يعني من وانا اولى ابتدائي كان بيجي لي جوابات. ايام المراهقه كنت شخصيه خجوله قوي يعني يمكن كنت بكذب قوي ومن البنات اللي هي خجولين كده ومقفلين فكنت في مدرسه مشتركه فكان احيانا بقى يبعت لي جواب يبعت لك يتحدف لك شوكليت كنت باخد الحاجات لكن انا بعت لحد لا بعت مش متذكر خالص بصراحه يعني مع اني لا انا كنت يعني في الفالنتاين ده على طول لو انا مرتبط او بتاع وكده لازم بجيب هدايا وبعمل بس مش فاكر مثلا يبقى يحصل موقف محرج او لا الحمد لله كله كان بيعدي. انا عمري في حياتي ما احتفلت بالفالنتاين ولا حد جاب لك ورد ولا دباديب ولا لا خالص. بالنسبه لك طب الفالنتاين ده لا يوم عادي زي وزي اي يوم يعني يوم طبيعي يعني. اول مره تفتكري جات لك ايه خبيتيها من اهلك؟ لا ما خبيش على اهلي حاجه خالص خالص بالعكس ابدا. جالي ورد مش فاكره كان في حاجه تانية مع الورد ولا لا بس جالي ورد فور شور. كان ايه احساسك بقى اول مره؟ كنت حاسه انه ايه ده. وعلى فكره انا ما جاليش ورد في حياتي كتير خالص 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 مع اني بحب الورد جدا بحب الورد جدا. الدباديب بقى والحاجات الحلوه دي عدت علينا مرحله الدباديب بقى والحاجات دي ومنبه وبتاع عشان تصحى الصبح وبتاع. هي مش هدايا بالظبط بس ممكن كنا نروح السينما ناكل فشار كده يعني كانت يعني الفكره كانت في الخروجه مش في الهديه. الفالنتاين ده بصراحه بالنسبه لي شيء يعني قاتل يعني انا ما بحبوش خالص من طول عمري يعني. جالي حرفين بروش كده من كان صديقي سافر فرنسا وجاب لي حرفين ايه واس عشان هو كان بالاس كان اسمه اس وانا عارفه بالايه فبقيت كنت سعيده بيهم جدا وبورتفاي صغير. شعورك اول حاجه جات لك كده في الفالنتاين؟ نفس شعورك بالظبط حسيت ان هي اول هديه جات لك اكيد مختلفه ومميزه ومرعوبه ان اي حد يشوفها في البيت فبالنسبه لك اكيد تحبيها دي واحده حبايبتي اللي جايبالي كده مش يعني لازم. كنت بقول لماما الحقيقه ما يعني كنت بخبي على بابا بس كنت بقول لماما. لا ما كنتش بخبيها كنت بتخانق معاهم مين اللي بعت لي الجواب ده مين قليل الادب اللي بعت الجواب يعني. تمام. وانت بقى كنت بتبعتي ولا البنت الثقيله بقى؟ لا ما كنتش ببعت جوابات ثقيله في نفسي كده كنت باخد جوابات بس اصل هما كمان كانوا اللي هو بيكتبوها ويرموها على الديسك بتاعي مثلا او يسيبوها لي جوه الديسك. ما انا مش فاكره ان انا جالي اي هديه مميزه غالبا ما كانش في حد بيحبني في صمت ويبعت لي هدايا ما حصلش.